البانل الاخير بانل عن النيونيتال ميكانيكال فنتيليشن. معانا مجموعه منتقاه من اطباء حديثي الولاده، ساده الاساتذه الطب حديثي الولاده في كليه طب قصر العيني ابو الريش البيت الكبير اللي انجب يعني كبار اطباء مصر واول كليه طب في مصر والعالم العربي. اول قسم حديثي ولاده يفتتح سنه 1964. طبعا استاذ الدكتور احمد صفوت شكري رحمه الله عليه هو اللي انشاه، ومنه طلعت اقسام حديثي ولاده بعدها بعده سنوات. فطبعا ده كان بدايه طب حديثي الولاده في مصر، ويمكن في السبعينيات لما بدا يبقى في اقسام حديثي ولاده في جامعه اسكندريه، ثم في المعادي العسكري، في مستشفيات الجلاء، يعني توالد بعد كده اقسام حديثي ولاده. كانت البدايه كانت في ابو الريش وكانت في القصر العيني. فالنهارده بنرحب بمجموعه من كبار اساتذه طب الاطفال وحديثي ولاده في كليه طب قصر العيني، استاذ دكتور شريف الانواري استاذ طب الاطفال وحديثي ولاده كليه طب قصر العيني، استاذ دكتوره رانيا حسني استاذ طب الاطفال وخبير التغذيه طبعا والرضاعه الطبيعيه، واللي مهتمه جدا جدا بالرضاعه الطبيعيه، وعلشان كده انا برحب بيها النهارده ان انا طبعا ايدها تماما في كل ما تفعله على مدى السنوات لدعم الرضاعه الطبيعيه. معانا استاذ دكتوره داليا مسلم استاذ طب الاطفال وحديثي ولاده كليه طب قصر العيني، واللي طبعا يعني في مجال حديثي ولاده متحدثه متميزه جدا. النهارده طبعا بنشكر اثنين من ضيوف الشرف اللي كانوا معانا في المؤتمر السنه دي، استاذ دكتوره ايمان احسان استاذ طب الاطفال والوراثه بكليه طب قصر العيني، واللي كانت ضيف شرف معانا وشرفتنا مؤتمراتنا السابقه وتشرفنا بحضورنا معاها في مؤتمرات ابو الريش. بنشكرها طبعا ان هي ضيف شرف معانا واعتذرت لظروف طارئه عن تواجدها معانا. بنشكر ايضا ضيف شرف تاني عزيز علينا جدا تشرفها لينا النهارده، استاذ الدكتور شيرين غالب استاذ طب الشرعي ونقيب اطباء القاهره، ودعمتنا كتير في المؤتمر بمساعدتها وتوصيل المؤتمر وفكرته للساده الاطباء وخصوصا شباب الاطباء. فبنشكرها وبتشرفنا النهارده في مؤتمرنا ومنورانا ومشرفانا في القاعه معانا النهارده. شكرا ليكم، ونستكمل البانل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بيكم طبعا معانا النهارده، بشكر استاذ دكتور اسامه حسين ان هو اتاح لنا الفرصه دي نبقى يعني مع اطباء مصر كلهم ان شاء الله نكون معاهم، وده شرف لينا كلنا. الحقيقه النهارده ان شاء الله نعمل بانل ديسكشن على النيونيتال ميكانيكال فنتيليشن والكوفيد 19 ان يونيتس. معانا استاذ دكتور داليا مسلم استاذ دكتور رانيا حسني. ان شاء الله النهارده يبقى يوم مثمر، احنا مش هنعطلكم عشان الماتش، انا عارف الدنيا بدات. مبروك الاهلي فايز 1-0 ان شاء الله، يلا اجوان تاني ان شاء الله باذن الله. هنبدا بمحاضره الكوفيد 19 ان يونيتس مع الاستاذ دكتور داليا مسلم. في البداية أحب أشكر الأستاذ الدكتور أسامة على دعوة حضرته ليا لأن أنا أشارك في المؤتمر الرائع ده، وأتمنى إن شاء الله السنة الجاية نقدر نبقى موجودين في بورسعيد كلنا هناك. هنتكلم النهاردة على نيونيتس أند كوفيد 19 بانديميك. الأوبجكتيفز اللي هنتكلم عليها introduction, virology, pathogenesis, neonates born to mother with COVID-19, neonatal COVID-19 from the community, diagnostic methods, treatment and outcome.
from 2002 to 2003, the outbreak of severe acute respiratory syndrome can for China caused a global epidemic, which brought widespread concern about coronavirus epidemic. Later on, another zoonotic coronavirus pathogen known as Middle East Respiratory Syndrome coronavirus spread in the Middle East, and the disease was named MERS. In late December 2019, for Wuhan, for China, they reported a new type of coronavirus named 2019 novel coronavirus, which also causes severe respiratory disease. The WHO summit the new coronavirus SARS-CoV-2 with a pneumococcal disease that induced by this virus, COVID-19. January 30, they considered it public health emergency of international concern. On March 11th, they concluded that COVID-19 could be characterized as pandemic. As February 8th, 2020, nearly 1% of total population of patients reported were children under 10 years old. Where our newborn diagnosed to have COVID-19 by pharyngeal swab and nasal and anal swab, كان البيبي ده عنده 17 يوم. ومن هنا جت أهمية a call for preventive and protective measures for pregnant women, newborns, and children against the spread of the disease. هنتكلم على الفيرولوجي بس بطريقة مبسطة جدا. هم لقوا إنه في عندنا السب فاميليز ألفا بيتا جاما and دلتا كورونا فيروسز. السارس كوفي 2 ده يعتبر السيفنث كورونا فيروس. الفيروس ده بيأفكت هيومن والدوميستيك أنيمالز وبيعمل مشاكل كتيرة جدا في مالتيبل أورجان سيستمز زي الريسبيراتوري جاسترو انتستينال الليفر اند سنترال نيرفس سيستم. الباثوفيسيولوجي كان فيه كلام كتير جدا هو ازاي الفيروس ده بيعمل الاكشن ات ديفرنت تيشوز اند أورجانز. من الحاجات الجديدة اللي بيتكلموا عليها هي علاقة الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم 2 ريسبتور والكورونا فيروس. احنا عارفين الانجيوتنسين 1 عن طريق الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم بيتحول لانجيوتنسين 2 وده بيبقى اتاتشد للريسبتور بتاعه الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم E2 وده هو اللي بيعمل بريكنج للانجيوتنسين 2 بيعمل كنترول للبلاد بريشر وبلوكينج للاورجان دامج. لقوا ان الكورونا فيروس بيبقى اتاتشد للريسبتور دي فبالتالي الانجيوتنسين 2 ما بيتحصلوش ديجراديشن فهيبتدي يبقى attached to another receptor اللي هي type 1 receptor ومن هنا تبتدي تحصل المشاكل بتاعت increase susceptibility للinflammation للcell death للorgan failure في الheart واللung الكيدني الليفر الdigestive tract والblood vessels may also be a site of damage. في papers كتيرة ابتدت تتكلم على البروتكتيف افكت بتاعت الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز والانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز بس كل البيبرز لغايه دلوقتي قالت انه there is no evidence exists to suggest prophylactic use of these medications. الباثولوجي اللي بيحصل في اللنج بتدينا بيكتشر بتاعت acute respiratory distress syndrome diffuse alveolar and capillary endothelial damage بالنسبه للانتستين expressed angiotensin converting enzyme 2 in proximal and distal enterocyte الليفر بيبقى فيه microvascular stenosis and mild lobular and portal activity وبيبقى فيه عندنا في الكاردياك سيلز infiltrates with the virus. These all reflect the complexity of this novel virus and the need for more data on transmission dynamics and pathology in neonates and children. الموضوع اللي يهمنا neonates born to a mother to mothers with coronavirus. وبيبقى في تساؤلات لسه هل يا ترى في vertical transmission يعني transplacental وهل البريست ميلك بينقل الفيروس ده؟ لما أخذوا samples من amniotic fluid, umbilical cord blood, من neonatal throat swab, and even من breast milk, ما لقوش في كل ده لما عملوا testing ما لقوش في الفيروس. وفي نفس الوقت لما جوم عملوا analysis, pathological analysis, placental tissue, ما فيهوش أي evidence of viral infection or chorioamnionitis. On the other hand, other papers found that there is expression of angiotensin converting enzyme 2 in different cell types in the early materno-fetal interface, بس الليفل بتاعها أو الإكسبريشن كان very low. وبيبرز تانية برضو لقوا إنه في 3 infants born to mothers where COVID-19 had elevated IgM antibodies ودي كانت مع الـ vertical transmission. No cases of coronavirus infection has been reported in women in the first trimester of pregnancy.
The fetus of mother infected with coronavirus in the first trimester of pregnancy would develop intrauterine growth restriction. فمن هنا جت الأهمية إن يبقى في attention should be paid on the prevention of coronavirus in the first trimester of pregnancy. المهم بقى أكتر وده اللي بنشوفه neonatal COVID-19 from the community اللي هي horizontal transmission وده بيبقى either من infected mother أو من healthcare providers. فالبيبي اللي هو كان عنده 17 يوم وكان فيه close contact مع infected cases اللي هم parents of the baby والpresentation بتاعته كانت fever ودياريه وother newborn كان عنده 19 يوم والmanifestation بتاعته كانت with gastrointestinal symptoms. مهم جدا ان احنا how to diagnose COVID-19 عندنا laboratory testing clinical and radiological. بالنسبة لكلينيكالي مفيش للأسف certain symptoms نقدر نقول عليها ان دي تقول ان البيبي ده عنده COVID-19 لان معظم السيمتومز non-specific زي fever, lethargy, shortness of breath, cough, diarrhea, nausea, vomiting, feeding intolerance وفي بعض الأحيان بيبقى there is no any manifestations. Radiologically, the chest X-ray بتورينا nodular ground glass changes. The CT chest مهم جدا بيورينا localized ground glass opacity with lower attenuation and relatively lower interlobular septal thickening. Laboratory testing مش هنقدر ان احنا نعمل لكل نيونات عنده respiratory manifestation او presenting with respiratory failure testing for coronavirus لان ده كده هيبقى wrongful use of resources. طب احنا امتى نسسبكت ان النيوبورن دوت عنده coronavirus؟ في عندنا ثلاث حاجات. الحاجة الاولانية اذا كان البيبي ده exposed to relatives infected with coronavirus او delivered by suspected or confirmed coronavirus infected mothers between 14 days before delivery and 28 days after delivery. أو البيبي ده لما عملنا له investigation لقينا عنده lymphocytopenia or عنده finding typical finding في chest imaging. في عندنا non-specific test دي findings ممكن اللي احنا نلاقيها زي increased CRP زي lymphocyte بتبقى decreased, T-cell activation بتبقى inhibited, C3 and C4 levels reduced, creatine kinase elevated, procalcitonin and alanine aminotransferase elevated, CD3 T cells and natural killer cells are reduced. The diagnostic methods, the PCR from saliva, pharyngeal and anal swab, real-time fluorescent for coronavirus detection, especially in nucleic acid, metagenomic next generation sequestering of RNA extracted from the bronchoalveolar lavage, وسبيسيفيك انتيبوديز تيست اللي هي اي جي ام انتيبوديز ودي تبقى مهمه جدا طبعا لو بنتكلم على الفيرتيكال ترانسميشن. في حاجه جديده بيتكلموا عليها دلوقتي اسمها كريسبر كاس 13 ده من غير ما ندخل في التفاصيل هي ليها علاقه بموضوع الجيوم والدي ان اي سيكوينتنج وموضوع ان هم يبتدوا يقدروا يعملوا ديتكشن للفيروس ده وبالتالي بعد كده يقدروا يعملوا ديليشن لاجزاء منه فيبقى ان اكتيفيتد فده بنستخدمه في الدياجنوزز وفي التريتمنت. التريتمنت تو ديت ذير ار نو سبيسيفيك دراجز ذات كان كيور كوفيد 19 اند فاكسينز ار ستيل بينج ستاديد. ذا بيربز اوف تريتمنت از تو امبروف ذا بيشنت سيمتومز اند بروفايد بيتر سبورت. وات شود نيونيتال هيلث كير بروفايدرز دو اباوت كوفيد 19؟ في عندنا مجموعتين مهمين جدا من البريكوشنز. المجموعه الاولانيه لها علاقه بالاورجنايزيشن لليونت او الايزوليشن روم اللي المذر والبيبي هيبقوا فيها وبوليسز اباوت فيزيتيشن بالنسبه للبيرنتس والفاميلي والبيرسونال بروتكتيف اكويبمنت وهم بيعملوا اي مانوفر مع المذر او البيبي. والجزء الثاني له علاقه بالجايد لاينز اللي المفروض انها تتحط عشان ديلينج وذ ذس بيبي في موضوع الكورد كلامبينج كلينينج اوف سيكريشن السكشن اوف اير واي وبروتوكولز فور كيسز ذات شود بي تيستد. وات شود بي دان فور ذا اوفرول كير افتر بيرث؟ ده هيعتمد على الكلينيكال كونديشن بتاعه البيبي وبتاعه النيو بورن. لو كانت المذر هاز سسبكتد اور كونفيرمد كورونا فايروس اند بوث ار ستيبل والبيبي از نوت بريتيرم يبقى نيونيتال هيلث كير بروفايدرز ماست اوفر اورينتيشن ريجاردينج بريكوشنز تو افويد سبريدنج اوف ذا فايروسز انكلودينج الواشنج اوف هاندز بيفور تاتشينج ذا بيبي يوزينج ماسك وطبعا الايزوليشن. اف ذا مذر اور ذا نيو بورن ار سيك يبقى هنا هنضطر نعمل سيباريشن
بين المذر وما بين البيبي، وهنتكلم بعد كده على موضوع الفيدنج هيبقى ازاي. ابتدت تظهر بيبرز كتيره جدا عشان تكلمنا على موضوع الريكومنديشن فور مانجمنت اوف نيو بورن. في عندنا الالجوريثم دوت هيقول لنا اذا كان البيبي ده هل هو اسيمتوماتيك نيو بورن ولا هو سيمتوماتيك. في كل الاحوال اول نيو بورن سواء ريسسيتيشن هنعملها او الاسسمنت اللي هنعمله والاوكير ان ذا لوكيشن وير ذا انفانت از بورن، وبقدر الامكان نحاول تو افويد ترانسفير. إذا كان البيبي ده asymptomatic born to mother with confirmed or suspected COVID-19 كل الدروبلت والcontact precautions must be taken. A newborn إذا كان asymptomatic والmother well يبقى هنخليهم هما الاثنين مع بعضهم ونأدمت في الobstetric unit وناخد كل البريكوشن اللي قلنا عليها ونمونيتور البيبي دوت كل أربع ساعات. أما لو newborn دوت كان asymptomatic بس المذر is not well يبقى هنضطر ان احنا نعمل separation والبيبي ده هنضطر ان احنا نحطه في nursery او في intensive care unit على حسب الcondition of the baby، وكل البريكوشنز برضو لازم ناخدها ونعمل good monitoring للبيبي. في اي وقت لو البيبي المذر كانت well وبقت unwell يبقى هنعمل shifting للother side. لو البيبي كان asymptomatic وبقى symptomatic يبقى هنضطر ندخل للالجوريثم اللي بعد كده. طب احنا while admitting المذر والبيبي في الحالة دي هنعمل testing للمذر هل هي COVID negative ولا positive، وفي نفس سواء هي well mother او unwell mother، وعندنا احتمالات لإما تطلع negative في الحالة دي خلاص هنعمل discontinuation precautions وهنتعامل على أساس الروتين neonatal care. اما لو المذر طلعت positive فاحنا لازم نعمل testing للنيوبورن. لو البيبي دوت طلع نيجاتيف يبقى برضو كده مبقاش فيه عندنا اي مشكله والنورمال نيو بورن كير. لو البيبي طلع بوزيتيف يبقى مضطرين ان احنا ننقل الالجوريثم الثاني اللي هنقوله بعد كده. طب البيبي دوت سيمتوماتيك نيو بورن بورن تو ماذر وذ كونفيرمد اور سسبكتد كوفيد 19 زي ما اتفقنا دايما كل البريكوشن ريجاردنج الدروبلت والكونتاكت بريكوشنز ماست بي تيكن. البيبي لازم to be admitted عشان هي is symptomatizing. Admitted to neonatal nursery or neonatal intensive care unit. هنعمل كل supportive care والprecautions اللي هناخدها وهنبتدي نعمل investigation. Investigations including CBC, CRB, blood culture, test for PCR for COVID-19, chest x-ray. وهندسكس بعد كده موضوع الفيدنج. هنلاقي احنا عندنا بعد كده ان المذر هنعمل لها testing في وقت نفس الوقت. فالمذر ايزر هتطلع نيجاتيف او هتطلع بوزيتيف. لو المذر نيجاتيف يبقى هندي سبورتيف كير اللي هو العادي اللي احنا متعودين عليه ونفضل نعمل برضو البريكوشن. طب لو المذر طالعه بوزيتيف بس نيو بورن طالع نيجاتيف يبقى لازم ناخد كل البريكوشن نعمل جود سبورت وهن ارينج ان احنا نعمل روتين افري 48 تو 72 اورز بوست نيتال فيزيت عشان دايما نطمن على البيبي. لو البيبي طلع بوزيتيف يبقى سبورتيف كير ار ريكوايرد. والحاجة التانية المهمة ان احنا لازم نفضل نعمل برضو الدروبلت والكونتاكت بريكوشنز حسب الكونديشن بتاعت البيبي ديت هنبتدي ناخد الاكشن بعد كده، وهنتكلم بعد شوية على الفيدنج وهنتكلم وين تو ديشارج. بالنسبة للنيوتريشن احنا عندنا 3 choices. ايذر ان البيبي دوت مضطرين ان نديله فورمولا والمذر هتبتدي تعمل ديسكارد للإكسبرست بالميلك، او لا ان المذر دي هتعمل جود كليننج للبريست واكسبرست البريست ميلك وبعد كده هنديه لحد من الكير تيكر وهو هيبتدي يفيد البيبي ده، او ان المذر هتفضل ان هي تاخد البريكوشنز كلها والبيرسونيل بروتكتيف اكويبمنت والماسك وكل القصه دي وهي اللي هتفيد البيبي. والمهم جدا ان احنا نعرف ان دايركت بريست فيدنج وذاوت ان احنا ناخد كل البريكوشن والام تبقى لابسه الماسك وكل القصه دي مش هينفع خالص ان احنا نعمله غير بعد ما يبقى في تو نيجاتيف ماتيرنال كورونا فيروس تيست مور ذان 24 اورز ابارت مع كومبليت ريزوليوشن للفيفر والاذر سيمتومز سواء عند المذر او عند البيبي اذا كان البيبي كمان بوزيتيف فور كورونا فيروس. بالنسبه لموضوع الميديكيشنز مفيش طبعا اي حاجه من الميديكيشنز ديت بروفد انها تستخدم، يعني الانتي بايوتيك ما ينفعش نستخدمه امبيريكال غير لو عندنا كونفيرمد كيس اوف بكتيريال انفكشن. الكورتيكوستيرويد الدبليو اتش او
الريكومنديشن بتاعتها against the use of corticosteroid unless indicated for another reason. الانترافينوس immunoglobulin بنستخدمها في السيفير كيسز بس 1 جرام بير كي جي بير داي فور 2 دايز او 400 ملي جرام بير كي جي بير داي فور 5 دايز. سيرفاكتانت والريبليسمنت ثيرابي والانهيل نيتريك اوكسايد ده كله بنستخدمه في السيفير كيسز اوف ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. البلازما ثيرابي ده طبعا استخدمت اوريدي في البيدياتريك ايج والادلت جروب وبرده بيبقى فيه لسه ترايلز على موضوع اذا كون ممكن نستخدمها في النيونيتس. الفاكسينز كلها طبعا اندر ترايلز دلوقتي. فبالتالي in the absence of uniform guidelines to date the risk benefit ratio should be carefully weighed on an individual basis and take informed parental choice into account. For all procedures that may produce results unsuspected or confirmed infant, airborne precautions should be taken. In critically ill neonates, mechanical ventilation and extracorporeal membrane oxygenation could become necessary. When to discharge, عندنا احتمالين, either in the mother positive will baby negative أو المذر بوزيتيف والبيبي بوزيتيف. لو كان الاثنين بوزيتيف بس الاثنين ما عندهمش أي سيمتومز يبقى they will be discharged home with his mother. أما لو المذر بوزيتيف والبيبي نيجاتيف فعندنا اختيارين ممكن الأم تختارهم, either إن البيبي دوت يبقى discharged to caretaker ياخد باله منه لغاية ما المذر تبقى completely improved symptomatic زي ما قلنا مفيش fever أو other symptoms, مع إن يبقى فيه two negative coronavirus test 24 hours apart. أو إن البيبي يبقى discharged to his mother, بس ناخد في الاحتياط دايما في الوقت ده إن كل الـ precautions must be taken into consideration. وفي نفس الوقت برضو لازم المذر نتأكد بعد شوية إن الفيفر والأذر سيمتومز بقيتش موجودة ونعمل لها برضو الكورونا فيروس تيستينج. إمتى البيبي هيبقى discharged بقى من النيكيو؟ After resolution of respiratory symptoms, lack of fever for at least 3 to 5 days and after 2 nasal swabs negative for coronavirus taken at least 48 hours apart. نقدر في الاخر نقول ان neonates born to mother with coronavirus in the first and second trimester need close monitoring and future assessment. Follow-up studies have shown that some children with coronavirus had deficiencies in lung function assessment and decreased exercise capacity. Therefore, long-term follow-up and comprehensive assessment of infected newborns and children after discharge to determine the prognosis of COVID-19 are needed. And thank you. شكرا جزيلا دكتورة داليا على المحاضرة, ومبروك الأهل 2-0 دلوقتي. ونبتدي بقى المحاضرة النيونيتال أسيستد فنتيليشن. الحقيقة محاضرة مهمة وطويلة شوية, بس إن شاء الله هنحاول نختصر عشان ما نطولش عليكم. دايما بقول النيونيتال أسيستد فنتيليشن هي من أهم المحاضرات في النيونيتس, واللي بيفرق حضانة عن حضانة هو الميكانيكال فنتيليشن. هل احنا ماشيين كويس في الميكانيكال فنتيليشن ولا عندنا مشاكل كتير؟ اول بشكر دكتور اسامه حسين طبعا على الاستضافه وعلى دعوته للمؤتمر. ان شاء الله يبقى مؤتمر كويس. ودايما احب ابتدي المحاضرات بالسلايد ده, نو كونفليكتس اوف انترست تو ديكلير, احنا جايين بس محبه في الدكتور اسامه. ده اول سلايد نبتدي بيه. ده كان حاطه راجل اسمه جولد سميث في مؤتمر في امريكا. جولد سميث ده عامل اكبر كتاب ميكانيكال فنتيليشن, وهو حاطط السلايد ده كاتب there is nothing more dangerous to the preterm lung than an anxious physician with an endotracheal tube and a bag. دي اخطر حاجة ممكن تبقى موجودة للبيبي, وشايفين طبعا الدكتور متحمس ازاي ان هو يركب الاندوتراكيال تيوب. محاضرة النهاردة يا رب نطلع فيها نعرف الميكانيكال فنتيليشن ونعرف برضو how to avoid ان احنا ميكانيكال فنتيليشن. قبل ما نتكلم ده, دي النيونيتال ريساسيتيشن زمان كان عامل كده. كان راجل اسمه شولز يمسك البيبي ويمهب قلبه لفوق بالمنظر ده. طبعا لو حد عمل دلوقتي الكلام ده هيقولوا عليه مجنون, ولكن انا حاطط السلايد ده عشان نعرف زمان كان ايه ودلوقتي ايه. بعدين جه واحد وراه اسمه ديو قال لك لا, طب احنا نمسك البيبيهات بقى ونقلبهم بالمنظر ده. والكلام ده مازال بيحصل لحد دلوقتي للاسف طبعا. ولكن برضو انا بحط الكلام ده عشان نقول ان في حاجه اسمها الفنتليتورز فيها مودز جديده, في حاجه اسمها سنسورز جديده, فلازم الكلام ده نبقى عارفينه, ما نمشيش على الكلام القديم, ما نبقاش زي شولز ده وزي ديو ده. لازم بقى يعني نيجي في الحاجات الجديد. وده اينشتاين اللي بيقول لك we cannot solve our problems with the same thinking we used
when we created them لازم نغير نفسنا شوية. طيب نبتدي في الميكانيكال فنتليشن، وقبل ما نتكلم لازم حتى الفسيولوجي الغلسة بتاعت كل محاضرة، الكنترول اوف بريذنج ازاي، بالمونري ميكانيكس هتتكلم عليها دكتورة رانيا بالتفصيل، جاز اكستشينج، هيستوريكال سنوبسز واسسمنت فنتليشن استراتيجيز واستراتيجيز فور بريفنتنج لانج دامج. ده الهيستوري اوف اسيستد فنتليشن. معلش انا هتكلم بسرعه شويه عشان احنا الوقت عندنا ضيق شويه. زمان كانوا بيحطوا الراجل في جوه الايرن لانج دي وبيعملوا نيجاتيف بريشر حواليه عشان يعملوا الفنتليشن. طيب احنا ازاي بنكنترول البريذنج؟ ازاي وانت قاعد كده تاخد نفسك؟ ازاي وانت نايم بتتنفس؟ في حاجه اسمها ريسبتورز، كيمو ريسبتورز وميكانو ريسبتورز وريفلكسز. الكيمو ريسبتورز والميكانو ريسبتورز بتعتمد على CO2 والاكسجين، هما بيحسوا بنسبه CO2 والاكسجين وساعتها بتاخد انسبيريشن واكسبيريشن ثرو الكيمو ريسبتورز. والميكانو ريسبتورز بتحس بنفسك، انت خدت نفس انسبيريشن في ليميت معين انت توقف عليه الانسبيريشن. السنترال بقى دي افكتد باي تشينجز ان CO2 وتشينجز ان بي اتش، والسنترال ده اللي هو المفروض في البريماتيورز يبقى نوت ويل ديفلوبد، وده اللي بيعمل له ابنيا اوف ذا بريماتيور بيبيز. البريفيرال كاروتيد اورتيك بودي ستيميليتد باي هايبوكسيا، وان يونيتس اكيوت هايبوكسيا برودوس ا ترانزنت انكريز ان فنتليشن ذن ديسابيرز كويكلي. في بقى حاجه اسمها الميكانو ريسبتورز. الميكانو ريسبتورز دي بقى حاجه انت بتاخد نفسك، انت ليك حد معين ما تقدرش تاخد بعديه. حاجه اسمها هيرنج بري انفليشن ريفلكس والهيد بارادوكسيكال ريفلكس، ده لوكيتد في الاير واي سموث ماسل وريسبوند تو تشينج ان ذا تايدال فوليوم. انت لما تاخد نفس جامد تسحب لازم هتقف عند حد معين هو التايدال فوليوم بتاعك، وده بيقف برضه بالستريتش ريفلكس. حاجه اسمها جاكستان ميدلري ريسبتورز، فدي لوكيتد في الانترستيشن في الالفيولار وول. ده كل ده ربنا حطه حاجات وقائيه عشان انت نفسك يبقى منتظم، وكل دي زي ما بقول دايما وانت عضو نعمه الله لا تحصوها. كل ده انت قاعد بتتنفس دلوقتي وقاعدين بنسمع المحاضره او بنتفرج على الماتش وانت مش داريان النفس ماشي خارج داخل خارج ازاي. فدي كلها حاجات ريجوليشنز فور ذا ريسبيريشن، بس احنا لازم نعرف الكلام ده عشان نشوف لو حصل ديفكت نلقطه ازاي. في حاجه اسمها بارو ريسبتورز بتتاثر بالبلاد بريشر، الهايبرتنشن يعمل هايبرفنتيليشن والهايبرتنشن يعمل هايبرفنتيليشن. دايما احب انا اقول موضوع الاونداين كيرس دي. اونداين كيرس دي حاجه اسمها لعنه اونداين، وده سؤال كان جالنا في الدكتوراه. ده حاجه اسمها سنترال هايبرفنتيليشن سيندروم. اونداين دي كانت احكي لكم قصتها سريعا كده. كانت بتحب واد اسمه هانز، طلع في الاخر واد نص كم يعني، راح شاف واحده تانية فنزلت عليه حاجه اسمها لعنه اونداين. لعنه اونداين دي كل ما يجي ينام نفسه يتكتم او ما يعرفش ياخد نفسه، بيجي له ابنيه لازم يصحى تاني. وده حاجه اسمها سنترال هايبرفنتيليشن سيندروم، وده توازي عندنا الابنيا اوف بريماتيورتي اللي هو ان الريسبيراتوري سنتر بيبقى ايماتيور. بالمونري ميكانكس ازاي اللانجز دي بتسترتش، الكومبلاينس والريزيستنس تايم كونستنت، ده برضو انا هفوته بسرعه. بس احنا اهم حاجه ان احنا فارس دوني هارم، يعني وانت حاطط البيبي على الفنتليتر اهم حاجه ان انت فارست دو نو هارم. الايرو بريشر جريدينت ده الجاز فلو، داون بريشر جريدينتس بتوين ذا ايرو اوبننج اند الفيولاي، والبريشر جريدينت ديبندز اون ذا كومبلاينس اوف ذا لانج وريزيستنس تو الفلو. مش هشرح فيهم كتير عشان دكتوره رانيا هتقول لنا النهارده اللوبس بتاعت اللانجز كلها، ودي الرسمه الغلسه بتاعت الفيسيولوجي بتاعتنا اللي فيها التايدال فوليوم والانسبيراتوري ريزيدوال فوليوم والاكسبيراتوري ريزيدوال فوليوم، فدي هنقولها بالتفصيل. الكومبلاينس ببساطه كده اللانج دي عامله زي البالونه، انت ما بتنفخ بريشر بتعمل فوليوم و كاباسيتي. لما تكون البالونه دي الالاستيسيتي بتاعتها زي البالونات الرخيصه انت محتاج بريشر جامد جدا عشان تنفخ البالونه، فده بنقول ساعتها كومبلاينس قليله. لو بالونات غاليه شويه بتنفخ بريشر قليل تلاقي البالونه اتنفخت على طول، فبنقول كومبلاينس هي تشينج ان فوليوم اوفر تشينج ان بريشر. لو محتاج بريشر جامد يبقى انت الكومبلاينس بتاعتك قليله، دي الكومبلاينس تشينج ان فوليوم على تشينج ان بريشر. الريزيستنس دي بالبلدي كده انت ماسوره وحطيت جواها طوبه تيجي الميه تمشي فيها لا ملاقيه ريزيستنس، وده دايما بيحصل عندنا في الميكونيوم اسبيريشن او الاندوتراكيال تيوب مسدوده او الاندوتراكيال تيوب طويله او الفلوريت قليل. والدنستي اند فيسكوستي اوف جاز بريث تايم كونستنت ذا تايم ميجر اوف تايم نيسيسري فور ذا الفيولار بريشر تو ريتش 63% اوف ذا تشينج ان ذا اير واي بريشر، وده بيتقاس بمعادله ريزيستنس
في الكومبلاينس ودي الرسمه بتاعته. طيب لو عيان عمل incomplete inspiration يعني انت هتلاقي فيه فوليوم هيستنى يحصل له هايبركابنيا وهايبوكسيميا. طب incomplete expiration بيحصل حاجه اسمها جاستريبنج وشويه وعند هنا بالكارديو ثوراسك. يلا البيبي حصل له مينو ثوركس لان انت حاطط incomplete expiration. دايما بقول ان احنا اللي متحكم في نفس البيبي ده دي مسؤوليه كبيره جدا ويعني مسؤوليه قدام ربنا برضو كبيره ان انت ماسك نفس البيبي مش اكله ولا شربه انت ماسك الهواء اللي داخل له. طيب الجاز اكستشينج هايبوكسيميا هايبركابنيا مي كو اكزيست اولزو سام ديس اوردرز مي افكت ذا جاز اكستشينج ديفرنتلي. الهايبركابنيا بتحصل من الهايبو فنتيليشن وحاجه اسمها في كيو ميس ماتش. كان طول عمري محتار في الفي كيو ميس ماتش ده، انا جايب لكم رسمه النهارده ان شاء الله تحل اللغز بتاع الفي كيو ميس ماتش. والهايبوكسيميا ممكن تحصل مع الفي كيو ميس ماتش زي الار دي اس ريفت لايت رايت تو ليفت شانت هايبو فنتيليشن وديفيوجن ابنورماليتيز. دي الرسمه اللي كلنا بنشوفها في الكتب. CO2 اليمينيشن بيعتمد على ايه؟ دايما احنا يقول لك طب غير الريت. لا احنا في حاجات تانية ممكن الفريكوانسي انسبيراتوري تايم اي ريشيو اكسبيراتوري تايم تايم كونستانت. لازم احنا الفنتليتور انا قلت هو زي البيانو وما ينفعش انت تقول انا هدوس هفضل دايس على الزرار ده هو اللي يعمل لي كل حاجه. لا انت بتعمل معزوفه كامله. طيب الاوكسجينيشن از ديترمايند باي ذا اف اي او 2 اند مين ايرواي بريشر. لما بنزود المين ايرواي بريشر بيزود اللانج فوليوم امبروفد الفي كيو ماتشنج اند اوكسجينيشن وذين ذا فيسيولوجيك رينج الماب از اندبندنت اوف ذا ريت. وادي الاوكسجينيشن لما يقول لك بيبي بي دي ساتوريت ايه اول حاجه بنعملها؟ زود الاف اي او 2. طب لا طب احنا ممكن المين ايرواي بريشر ده ياثر عليه الفلو الاي ريشيو البيب البي اي بي كل حاجه تاثر ولكن التاثير المباشر هو من الاف اي او 2. طيب يعني دي كانت سلايد في مؤتمر بتاع امريكا. هم بيقولوا بينتقدوا نفسهم وبيقولوا ان احنا اسوأ سنين عديناها لما احنا قلنا احنا كويسين جدا اللي هو في 2010 قالوا دي اسوأ فترة او الف من الالفينات. وبعد كده ابتدوا يطوروا من نفسهم يعملوا حاجة اسمها quality improvement ان احنا يشوفوا اخطائهم فين او الحضانة دي فيها سيبسس كتير الحضانة دي فيها اطفال ما بيعدوش كتير فابتدوا يطوروا من نفسهم. دي الاسيستد فنتيليشن ستراتيجيز. اول حاجه لازم الجاز فلو along the pressure gradient وزي ما قلنا كان في حاجه اسمها ايرن لانج زمان ودي الدايره بتاعت الميكانيكال فنتيليشن. بيجيننج اوف انسبيريشن بيطلع البي اي بي زي ما احنا شايفين ياخد الانسبيراتوري تايم بتاعه وبعد كده ينزل اكسبيريشن. دي الدايره اللي بتعمل حاجه اسمها اللي بتاعت الميكانيكال فنتيليشن كلها اللي هي تايم ليميتد وبريشر ليميتد. الكونفنشنال ميكانيكال فنتيليشن ايه الحاجات اللي احنا بنحطها البي اي بي هو بنقول البريشر اللي بتنفخ بيه اللنج بريشر اللي بتنفخ بيه البالونه اسمه البي اي بي او بيك انسبيراتوري بريشر. البيب هو لما بتيجي تنفخ انت لما تيجي البالونه تقفل في الاخر لا ما بتقفلش بقى ما بتطبقش على نفسها بتسيب حاجه اسمها بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر في اخر النفس بتسيب حاجه بحيث انه ما يحصلش كولابس للالفيولاي. الريت مش محتاجين نشرحه انت بتحط ريت قد ايه بتحدده بالاي اي ريشو ودايما خد بالك ان انت ما تقلبش الريشو. يعني لو بيبي بالمونري هايبرتنشن والريسبيراتوري بتاعه 90 ما حدش يحطه دلوقتي على 0.45 الريسبيراتوري تايم. يعني حاول انت تظبط زي ما البيبي يحتاجه. هقول لكم ازاي دلوقتي نرش من البيبي هو محتاج الريسبيراتوري تايم ايه. اللانج تي اي انكريز ذا ريسك اوف نيموثوركس طبعا. شورت تي اي از helpful during weaning والبيشنت وهاف كرونيك لانج ديزيز ممكن نحط له لونجر تي اي. انا مش هقول ديزيزز دلوقتي واحده واحده هنقولها مع بعض. الاف اي او 2 مش محتاجين نشرحه طبعا هو ده بيحسن دايركت افكت على الاكسجينيشن. الفلو في بعض الاجهزه دلوقتي ما فيهاش زرار الفلو ده خلاص يعني الفلو ده بيتحدد بحاجه اسمها اوتو فلو هو بيحدد نفسه بنفسه. الاجهزه اللي بنحدد فيها زي الدريجر زي نيمو فنت زي الهاير ممكن تحط من تقريبا بنحط على 8 ممكن نوصل ل 12 بس المتوسط بتاعنا 8 ل 9 ل 10. طيب الفنتليتورز في منها فوليوم كنترول دي ما بنستخدموش في النيونيتس وبريشر كنترول زي اغلب اللي عندنا. ده جهاز اسمه نيوباف. نيوباف ده زي ما بنقول كده هو ده اوتوماتيك امبو باج يعني بدل ما انت مش عارف بالامبو باج بتعمل بريشر كام بنستخدم النيوباف. والنيوباف ده كنا بنعمل بيه حاجه اسمها سستيند لانج انفليشن ودي محتاجه بقى محاضره لشرحها لوحده. دي المودز اوف ميكانيكال فنتيليشن. في عندنا انتريجرد وتريجرد. الانتريجرد
ده خلاص المفروض نرميه في الزباله خلاص، مفيش حاجه اسمها ام تريجرد. تريجرد يعني انت تريجرد بنفس العيان، يعني العيان ياخد نفس الجهاز يديله، انما ما ينفعش ان احنا العيان يبقى في سكه والفنتيليتور شغال منفاخ لوحده كده. التريجرد هما اس اي ام في، اس اي بي بي في، بريشر سبورت، وفوليوم جارانتي. طيب البروبلمز في الميكانيكال فنتيليشن، اول حاجه اسينكروني، ان انت يكون العيان في حته والفنتيليتور في حته. طيب السوليوشنز، اول حاجه ان حد يقول لك ايه، نايم العيان، اديله فنتانيل ونايم العيان خالص، ده ما ينفعش. لازم تشوف العيان الاول هو محتاج ايه ونعمله قبل ما تقول نايم العيان. تاني حاجه نعمل سينكرونايزد فنتيليشن، عشان كده بقول لازم السنسورز كلها تبقى سليمه. ما ينفعش ان احنا نقول سنسورز مش مظبوطه ونقول العيان مش مستريح، ده في رقبتك انت بقى. السينكرونايزيشن بيحصل ازاي؟ حاجه بقى ثلاثك امبيدنس، ابدومينال موفمنت، تشينج الاسوفاجيال بريشر، في حاجات كتير قوي، بس احنا الاغلب اللي عندنا السنسورز اللي بتركب جوه الفنتليتور دي هي اللي بتعمل السنس، بتحس الجهاز يحس بالبيبي. دي النودز برضو الاس اي ام في، ده احنا بنحدد اكس من البريثز بنديها للعيان، قلنا 50 نفس يديهوله. طب لو العيان خد 60 ياخد ال10 الباقيين لوحده، الجهاز جاست هيديله فلو. في الاس اي بي بي في لو العيان خد 60 الجهاز هيديله 60، خد 100 هيديله 100، خد 90 هيديله 90. فده احنا بنحدد الجهاز بيدي الريت اللي العيان عايزه، فده حاجه غير سبورتيف. البي اس في ده احنا بنخلي العيان يحدد لنفسه حاجه اسمها انسبيراتوري تايم، يعني العيان عايز يتنفس لانس كانت وحشه في الاول، انسبيراتوري تايم كان 0.3، بعدين اتحسن لوحده بقى عايز 0.35 او 0.4. هو الجهاز لوحده بيدي العيان التايمنج اللي هو عايزه. الفوليوم جارانتي ده برضو باختصار، ده انا بقول للجهاز ادي التايدل فوليوم ده للبيبي ده باقل بي اي بي ممكن، وكل ده عشان نافويد حاجه اسمها فوليو تروما والبارو تروما. فاحنا بنقول مثلا البيبي وزنه 4 كيلو، والله اديله مثلا 4 16، مثلا ال 16 دول يوصلوا بي اي بي 20 دلوقتي، طب اللانجز اتحسنت اوتوماتيك الجهاز يقلل البي اي بي بتاعه. ده الفوليوم جارانتي. وفي دلوقتي حضانات بره ما بتستخدمش الفوليوم جارانتي، يخش البيبي تحط الفوليوم جارانتي تو افويد الفوليو تروما والنيموثوركس البعبع بتاعنا على الفنتليتور. طيب اهم حاجه برده في الفوليوم تروما ان ما يبقاش فيه اي ليك في الجهاز. طيب الفوليوم جارانتي بروبلمز بتاعته، ان انت ممكن تبقى انت حاطط فوليوم كبير شويه او قليل شويه، او الجهاز عامل ليك، فكل الكلام ده لازم يتحل. دي جدول في تجميعه لكل المودز، الاي سي مود والاس اي ام في والبي اس في، واحنا قلنا هنا العيان بيحدد لنفسه في الاي سي، بيحدد لنفسه الانفاس، الاس اي ام في ما بيحددش لنفسه حاجه خالص. في البي اس في العيان بيحدد لنفسه الانسبيراتوري تايم. الفوليوم جارانتي يركب على اي نوع من دول، يركب على الاي سي، يركب على الاس اي ام في، يركب على البي اس في. وفي الفوليوم جارانتي العيان بيحدد لنفسه البي اي بي اللي محتاجه تخش له قد ايه. طيب دي رسمه برضو بتوضح الديفرنت مودز، شايفين النقط السوداء دي ده نفس العيان. في الاي ام في اللي فوق ده شايفين اهو الواحد كل واحد ماشي في سكه، العيان في حته والفنتليتور في حته. في الاس ام في لا، مع نفس العيان بس مش كل الانفاس سبورتد. في الاي سي كله سبورتد. في البي اس اللي هو بريشر سبورت اس ام في انفاس، شايفين انتوا البي اي بي مختلف شويه لان ده تو مودز على بعض، حاطط اس ام في مع بي اس في، ففي بريشرز عاليه وبريشرز قليله، بس كل الانفاس مع النقطه السوداء سبورتد وسينكرونايزد. طيب ايه الكومن ستارتنج بوينتس؟ ده انا مصور الصفحه دي من كتاب بتاع جولد سميس اللي شفنا منه السلايد الاولانيه. ده الراجل بيقول لك انت لو ابني هتبتدي بسيتنجز ايه؟ هو عمر ما حد هيقول لك والله لا ده سيتنجز ابتدي هنا حط بي اي بي كذا بيب كذا. الاول انت تعرف ايه الباثولوجي اللي موجود وعلى اساسه تحط السيتنجز بتاعتك. يعني هنا في الابنيه بيقول لك والله خد بالك شويه، ده ممكن هنا التايدل فوليوم يبقى قليل وحط المينيمال بي اي بي. انا النهارده كنت في محاضره بقول كان مع التمريض، بقول لهم في بيبي فنتلتوه على ابنيه؟ قالوا طبعا كلنا فنتلنا بيبيهات على ابنيه. طب البيبيهات دي حصل لها ايه؟ اغلبهم للاسف بيموتوا، لان هو بيحطوا سيتنجز عاليه البيبي بيموت على خلاص نيمو توركس بقى ويخش في انفكشن وسبسس. فناخد بالنا من الموضوع ده جدا. البيبي مع الار دي اس قلنا الكومبلاينس بتاعته بتبقى قليله قوي، فلازم نبقى واخدين بالنا نحط البيب، ممكن نحط عالي شويه، نحط 6 تو 8 البيب. وخد بالك ان انت محتاج هنا الكومبلاينس تبقى قليله، محتاج الريسبيراتوري تايم قليل،
اكسبيراتوري تايم قليل وفوليوم وريت عالي عشان هنا الكومبلاينس قليله والتايم كونستنت هيبقى قليل. هنعرفه بقى من الدكتوره رانيا ان شاء الله في المحاضره القادمه. طيب نفس القصه في البلمونري هيمرج، بلمونري اديما، انت محتاج بيب عالي شويه زي ما قلت لكم. احنا هنا مش هقول لك انت تعمل ايه، انت بس افهم الفسيولوجي بتاع اللانجز والباثولوجي بتاع الديزيز وركب عليهم كل السيتنجز بتاعتك. تمام. طب نبتدي بايه؟ والله انت زي ما قلت لكم نبتدي باقل سيتنجز ممكنه، وبعد كده لو بيبي محتاج اكتر من كده نبقى نعلي واحده واحده، نعمل بلاد جازز في الاول، نعمل اكس راي نشوف الشست اكسبانشن اخباره ايه. دي الرسمه اللي فيها الفنتيليشن برفيوجن، شايفين الرسمه اللي على الشمال اللانس كولابسد وفي حاجه اسمها رايت تو ليفت شنت، الدم بيعدي زي ما هو كده. الرسمه اللي على اليمين حصل ريكروتمنت، حصل اوبتيمال في كيو ماتش، اللي بعديها حصل ديستنشن، اللي بعديها خالص حصل اوفر ديستنشن، بقى احنا نفخنا العيان خالص، فالالفيولاي كبرت فطست البلاد فيسلز كلها، فدي برضو وحشه. اول واحده وحشه والاولانيه وحشه، تاني رسمه هي الاوبتيمال، والرسمه دي زي ما قلت لكم انا حللت لنا الغاز عندي بتاعت الفنتيليشن برفيوجن ميس ماتش. بنعمل حاجه اسمها بيرميسيف هايبر كابنيا، ساعات نستحمل سي او 2 عالي شويه عشان ما نحطش العيان على فنتيليشن، بس اهم حاجه اللو تايدال فوليوم فنتيليشن والالترناتيف موست بيشنت تريجرد وسينكرونايزيشن هاي فريكونسي فنتيليشن وحاجه اسمها بروبورشنال اسيست فنتيليشن. ناخد بالنا من البايو تروما، اللانج انجري والفوليو تروما، البعبع بتاعنا والاوكسيدنت انجري، ما حدش يسيب العيان على اف اي 2 عالي يلا عشان نعدي الشيفت او نعدي النبطشيه، فنسيب الاف اي 2 70 80% وطالما العيان كويس. بيرميسيف هايبر كابنيا لسه قايلينها، هنفيد الهايبر كابنيا لو انترا فنتريكال هيمرج ريسك ستارتس تو رايز، لو سي او 2 عالي نحاول نفيد الهايبر كابنيا. السباب مش هنتكلم عليه كتير، معروف طبعا السباب الكونتينوس بوزيتيف ايرواي بريشر. انا بس عايز اقول لكم نون انفيزيف فنتيليشن، ودي رسمه حلت لنا كل نون انفيزيف فنتيليشن. ببساطه النون انفيزيف فنتيليشن هو كل الميكانيكال فنتيليشن اللي احنا قلناه بس من غير اندوتراكيال تيوب، يعني كله هو بالظبط نفس المودز ونفس كل حاجه، بس حاطين الموضوع يا اما نيزل يا اما اورو فارنجيال، بس الافضل ان احنا نحط نيزل بنفس المودز بالظبط. حاجه اسمها كونستانت ايرواي بريشر سيباب او نيزل كانيلا، الهاي فلو نيزل كانيلا او لو فلو نيزل كانيلا، والسيباب ده فيه حاجه اسمها كونستانت فلو سيباب وحاجه اسمها فاريبل سيباب. الفاريبل سيباب ده مع الانسبيريشن بيدي بي اي بي بيب عالي شويه، مع الاكسبيريشن بيقلل شويه عشان العيان يعرف يطلع نفسه. ودي رسمه بتجمع كل نون انفيزيف فنتيلاتوري سبورت اللي احنا ممكن نعمله واللي احنا بنشجع كتير ان احنا نعمله. انا بشكركم وان شاء الله يبقى لينا قاعده لايف بعد ما الكورونا تخلص ان شاء الله، وشكرا جزيلا لكم. ان شاء الله دلوقتي هنبتدي مع دكتوره رانيا حسني ان شاء الله اللانج ميكانكس، حاضره ان شاء الله حلوه وشيقه باذن الله. بشكر طبعا شريف وداليا على البرزنتيشنز الجميله، وبشكر الدكتور اسامه على دعوته الجميله. هتكلم بسرعه على البيزكس اوف ويف فورم انتربريتيشن. طبعا في ناس كتير قوي بتخاف من الويفز وبتفتكر ان هي صعبه، بالرغم ان هي حاجه سهله جدا. انا هتكلم على بيزكس، ستة جرافز هنحاول نحفظهم سوا بحيث ان احنا نافويد اللانج انجري اللي ممكن تحصل مع الميكانيكال فنتيليشن. اول حاجه انا بفكركم ان احنا بنتكلم على الويف فورمز لما نحط البيبي على النيونيت على ميكانيكال فنتيليشن. كتير بنبقى دايما لما نحط البيبي على الميكانيكال فنتيليشن بنبص على المونيتور والبلاد جازز، بس ده مش كويس. زي ما احنا شايفين زي ما بقول لكم احنا لما بنحط البيبي على الميكانيكال فنتيليشن الناس دايما بتركز على المونيتور وعلى البلاد جازز، but this is not enough. طب احنا ممكن نعمل ايه؟ لازم نعرف سوا ايه هي البيزكس اوف ويف فورمز. ليه؟ ايه ميزه البيزكس دي؟ ان هي بتعرفني ريل تايم ايه اللي بيحصل في اللانجز جوه البيبي، فابتدي العب في السيتنجز بتاعتي عشان اظبطها بحيث ان البيبي ده يخرج سموثلي. خليكم فاكرين ان البيبي ده كان في نعيم جوه اليوترس بتاع الام وبياخد سيلفيز، واول ما طلع ابتدى يتحط له كل الاجهزه دي، ف we have to be gentle to the baby as much as we can. طيب بسرعه كده هفكركم بالكونسبتس اوف ميكانيكال فنتيليشن عشان تفهموا معايا الكيرفات. اول حاجه الفلو، هو الفلو ده ايه؟ دي سرعه الهواء، يعني كام لتر في الدقيقه بيعدوا.
reaching a certain volume and a certain pressure during a certain inspiratory time. Inspiratory time اللي أنا بديه للبيبي المفروض لا ولا يبقى قصير عشان كل الهواء يدخل ولا يبقى طويل عشان الهواء ما يفضلش جوه يبتدي قاعد الهواء جوه على الفاضي. All should go out through expiration. برضو نفس القصة لازم من خلال lung loops أبقى عارفة adjust the expiratory time علشان ما يبقاش قصير أو طويل بزيادة وكل ده هنحكي عليه. It should start with the patient synchrony. وهعرفكم ازاي نعرف ان البيبي بيسينكرونايز مع الفنتيليتر من شكل الكيرفز. ولازم بفكركم it should be minimal supportive علشان ما نعملش over correction وندخل في مشاكل كتير. طيب يبقى احنا السلايد اللي فات قلنا ان احنا عندنا فلو ده السرعة الفوليوم البريشر. الثلاث حاجات دول بنستدي them against time or against each others عشان نعمل الخمس كيرفات دول. نمرة واحد مهمة قوي، نمرة اربعة وخمسة مهمين جدا، انما نمرة اتنين وتلاتة انا هخليهم في الاخر لان الفوليوم تايم والبريشر تايم قد يكونوا اقل اهمية من واحد واربعة وخمسة. طيب تاني بفكركم لو الفنتيليتور زي الفنتيليتور اللي هو الاس ال اي ده نتأكد بس ان السنسور موجود وشغال، ده السنسور اللبني ده وهناك في الفنتيليتور لازم يبقى راكب ولازم يبقى well calibrated علشان مش هينفع نعرف اللانج لوبس اند كيرفز without a sensor. طبعا في فنتيليتورز فيها built in sensor دي بتبقى اسهل شوية. تمام يبقى احنا قلنا احنا في ست كيرفات اساسيين هنشرحهم، كل مرة هنشرح الكيرف وهنشرح الديسكريبشن اوف ذا كيرف. قلنا اول كيرف فلو تايم ده يبقى في شكلين هنحفظهم، والفلو تايم كيرف ده احسن كيرف بالنسبة لي يظبط لي الوقت. يظبط لي وقت ايه؟ هيظبط لي الانسبيراتوري تايم وهيظبط لي الاكسبيراتوري تايم. طب هو ايه اصلا الفلو تايم كيرف؟ احنا قلنا قبل كده الفلو هي سرعة الهواء اللي داخل. طيب يعني ايه سرعة الهواء اللي داخل؟ الواي اكسس ده هي السرعة، الاكس اكسس ده هي الوقت. طب احنا during inspiration ايه اللي بيحصل؟ سرعة الهواء بتقعد تزيد 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 توصل للبيك، لسه الهواء داخل بس بسرعة اقل، ده اللي هو الانسبيريشن. بعد كده الاكسبيريشن ايه؟ نفس الموضوع، الهواء خارج ولكن سرعة الهواء بتزيد تزيد تزيد توصل للبيك اكسبيراتوري فلو ريت، وبعد كده السرعة بتقل ولكن لسه الهواء خارج. زي ما احنا شايفين الانسبيريشن بالاخضر والاكسبيريشن بالاصفر، الانسبيريشن بتنتهي الاكسبيريشن لازم تبتدي، ما ينفعش الاكسبيريشن تبتدي قبل ما الانسبيريشن تنتهي ولا ينفع الانسبيريشن تنتهي والاكسبيريشن لسه ما ابتدش. زي ده احنا انا واخداه من اللي عندنا من الميكانيكال فنتليتور بتاعنا اللي هو نيوبورت، زي ما انتم شايفين الانسبيريشن خلصت الاكسبيريشن وراه على طول ابتدت. طيب ايه بقى السيجنيفيكانس؟ زي ما عدت وزدت وقلت لكم فلو تايم كيرف ده اهم كيرف لينا لضبط الوقت بتاع اللي انا بظبط بيه. يعني زي في الصوره ما هو باين قدامكم الهواء دخل مش المفروض يفضل جوه، لو فضل جوه دي باروتروما وفوليتروما على الفاضي، لازم اول ما الهواء يدخل عمل الجاز اكسشينج يخرج على طول. طيب احنا هنا في اول صوره زي ما احنا شايفين ده short inspiratory time. ايه اللي حصل؟ قبل ما الانسبيريشن تخلص كنا ابتدينا الاكسبيريشن، اعمل ايه في العيان ده؟ ازود له الانسبيراتوري تايم. اللي في النص ده مظبوط، الانسبيريشن خلصت الاكسبيريشن ابتدت. الاخير ده ده long inspiratory time اللي هو بنسميه inspiratory pause، بتلاقي الانسبيريشن خلصت الاكسبيريشن لسه ما ابتدتش، برضو ده distension للالفيولاي على الفاضي. الانسبيراتوري بوز دي هعمل فيها ايه؟ لازم اقلل الانسبيراتوري تايم لان ده وقت ضايع العيان على الفاضي واللنج منفوخه فور ا لونج تايم على الفاضي. تمام؟ طيب عايزين نعمل كده برين ستورمنج، هل احنا في الار دي اس الناس بتفتكر لو انا عندي بور لانج كومبلاينس فانا محتاجه شورت سوري لونج انسبيراتوري تايم على بال ما اللانج دي تتنفخ؟ الكلام ده مش مظبوط. انا لو عندي بور لانج كومبلاينس يبقى اللانج بتريتش الفوليوم سمول فوليوم
ما تقدرش تدخل اكتر من سمول فوليوم وبتريتش بسرعه لان هو اوريدي سمول فوليوم. فالعيان ده احسن تديله انسبيراتوري تايم شورت، لان لو طولت الانسبيراتوري تايم اللنج مش كومبلاينت مش هتفرد معاك، فانت بتضيع وقت العيان. فندي شورت انسبيراتوري تايم بهاي ريت، هيبقى بالنسبه للعيان بتاع الار دي اس او ريسبيراتوري ديستريس سيندروم احسن. طيب هو الشورت اكسبيراتوري تايم ده ايه مشكلته؟ مشكلته ان كل هواء داخل مش بيطلع كله، الهواء داخل مش بيطلع كله. طب ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي يحصل لي حاجه اسمها اير ترابينج. العيان ده مهم جدا ان انا ازود له الاكسبيراتوري تايم. اكزامبل لكده ايه؟ العيان ابو ميكونيوم ده اللي هو هنا بيبقى عنده حاجه زي ميكونيوم جوه البرونكيولز بتاعته، بتعمل حاجه زي فالف كده، فالهواء بيدخل خروجه بيبقى صعب شويه، فده بيحتاج لونج اكسبيراتوري تايم عشان يفضي كل الهواء اللي جواه، ما يبتديش البيبي ده اللانجز تقعد تتنفخ من كورد في الاير ترابنج وفي الاخر يفرقع العيان او يبقى هايبر ايريتد بالمنظر ده، ونبتدي ندخل في النيوموثوركس اللي هو البعبع بتاعنا، وبتبقى وحشه قوي في حقنا لما ندخل الحضانه نلاقي ده حاطط انبوبه وده حاطط اتنين وده حاطط يشيل دي ويحط دي، فبتبقى مش ظريفه. فالانسبيراتوري تايم والاكسبيراتوري تايم لو ظبطناهم من الفلو تايم كيرف هيبقى لطيف تاني، بس بعيد وزيد تاني. الفلو تايم كيرف ادجستمنت اوف تي اي ام تي اي، ادي تي يخلص الانسبيريشن يبتدي الاكسبيريشن، مش عايزين اي بوز او اي حاجه طويله او اي حاجه قصيره في الموضوع. تمام، يبقى انا كده خلصت الفلو تايم كيرف وخلصت معاه كيرفين، كيرف بتاع الانسبيراتوري تايم والكيرف بتاع الاكسبيراتوري تايم، وزي ما قلت ده يخلص ده يبتدي على طول، ونظبط من الفلو تايم كيرف، وده احسن كيرف اظبط بيه الوقت. هفوت الكيرف التاني اللي هو فوليوم تايم والبريشر تايم، هترجع لهم تاني بسرعه قوي في الاخر. هدخل على البريشر فوليوم كيرف. زي ما احنا عارفين من الفيسيولوجي العلاقه بين البريشر والفوليوم means lung compliance. لو انا بزود البريشر بتديني فوليوم كويس يبقى اللنج بتاعتي كومبلاينت، لو انا بزود البريشر والفوليوم بتاعي جوه ما بيزيدش يبقى اللنج بتاعتي عامله زي البلاستيك مش عارفه تدي ستاند. طيب هينفعني في ايه البريشر فوليوم كيرف؟ It's all talking about lung compliance. احنا قلنا الفلو تايم كيرف هيظبط لي التايم، البريشر فوليوم كيرف هيظبط لي الكومبلاينس او هيديني فكره عن الكومبلاينس. طب عايزين نقوله يعني بسرعه، هو الفوليوم بيبقى على الواي اكس زي ما احنا شايفين، البريشر على الاكس اكس زي ما احنا شايفين. طبعا البريشر بيبتدي عاده لو احنا بنفنت البيبي بنحط على بيب 5 يوجوالي، ممكن 6 ممكن 7 ولكن يوجوالي على 5، فدايما بنبتدي من هنا يبتدي الهواء يدخل والفوليوم يزيد، الهواء الانسبيريشن هي اللي تحت في الفلو في البريشر فوليوم لوب والاكسهاليشن هي اللي فوق، فكل شويه فالبريشر كل ما البريشر يزيد الفوليوم بيزيد، بريشر يزيد فوليوم يزيد لغايه ما اوصل للبيك. during expiration البريشر يقل والفوليوم يقل، البريشر يقل والفوليوم يقل، البريشر يقل والفوليوم يقل. طب حد يقول لي ان المفروض الكيرفين دول يبقوا على بعض، ما يبقاش during inspiration على بريشر مثلا 15 الفوليوم هنا و during expiration على بريشر 15 الفوليوم بتاعي اعلى. ليه؟ دي فينومينا اسمها الهستريسيس. ايه الهستريسيس دي؟ ان اللنج كيبنج previous stimulus، اي حاجه بتكيب previous stimulus دي بنسميها هيستريسيس. يعني مثلا لما تنزل البحر بالليل وتلاقيه سخن لان الصبح كان في شمس دي برضو بنسميها هيستريسيس. فالريسبونس بتاع اي حاجه due to previous stimuli حصل lag شويه بعد حتى ما الاستيمولاي خلص ولكن لسه متاثرين بيه، ده بيسموه الهستريسيس. في تمبرتشر هستريسيس، كل حاجه فيها هستريسيس. ولكن عشان كده الناس ما بتبقاش فاهم ليه عندنا البريشر ده during inspiration بيبقى الفوليوم اقل من during expiration، لان زي ما قلت لك في previous stimuli اللنج بتوبي. طب البوينت ايه دي؟ ايه دي؟ اللور انفليكشن بوينت اللي هي اقل بريشر فتح لي اللنج ده. بوينت بي دي الهاير انفليكشن بوينت اللي هو اعلى فوليوم انا عايز اوصله، مش عايز اعدي بعديه لان كده هيبقى ملوش لازمه خلاص، ده هايبر ريكروتمنت اوف ذا لانج، هو ده بالظبط. فاحنا لو بنلعب في الحته دي فدي اسمها لانج دي ريكروتمنت، يعني مش كل الالفيولاي مفتوحه معايا،
عشان كده هندخل في الفيكيو ميس ماتش اللي كنا بنقول عليه من شويه. وبرده لو دخلنا في الاوفر ديستنشن دي مش احلى حاجه لان البيبي هيفرقع وفي نفس الوقت الكومبلاينس بتاع اللونج تايم مش هيبقى كويس. فاحنا كل الفنتيليشن بتاعنا لازم يبقى في سيف ويندو، حتى الهاي فريكوانسي فنتيليشن بيقعد يوسيليت في حته السيف ويندو دي. طيب انا البريشر فوليوم كيرف خلاص شرحته وفهمنا الناس ان اللي تحت ده مش عايزين نبقى فيه ولا اللي فوق عايزين نبقى فيه، عايزين نبقى في السيف ويندو. طيب انا لما ابص على البريشر فوليوم لوب اقدر اعرف منه ايه؟ اقدر اعرف منه اللنج دي كومبلاينت ولا لا، واقدر اعرف منه وانا عامله اوفر ديستنشن ولا لا. طب اللنج كومبلاينس ده بعرفه منين؟ بعرفه لما كل ما البريشر يزيد الفوليوم بيزيد قليل، بريشر بيزيد الفوليوم بيزيد قليل. فدي بنسميها اللوب دي بنسميها الفولينج ليف، يعني زي ورقه الشجر اللي نايمه. ده بيحكس لي لما تبص على الفولينج ليف دي تقدر تقول ان اللانج كومبلاينس مش حلوه. وساعات بيبقى عندك نيوميركس جنبك بتقول لك الكومبلاينس، بتساعدك برضو انك تعرف اللانج كومبلاينس. بس لو انت عندك فولينج ليف this means that you don't have a good lung compliance. وساعات لما بتدي سيرفانتا او سيرفاكتانت وتلاقي ان الليف تشوف الترند بتاعك هتعرف ان اللانج كومبلاينس ده بيتعدل ولا مش بيتعدل. تاني حاجة بتشخصها لي الاوفر ديستنشن. طب انا هعرف منين بالحتة دي؟ حاجة اسمها بيكينج. معناها ايه؟ ان انا مزود البريشر زيادة عن اللزوم، عمال ادي بريشر بس الفوليوم بتاعك مش بيزيد. ادي بريشر فيبتدي يحصل ان الكيرف يدخل هوريزونتال، بزود بريشر مفيش زيادة فوليوم، ازود بريشر مفيش زيادة فوليوم. ده اللي بنسميه بيكينج او زي المنقار. فعلشان كده ده برضو بيدخلني في حته خطر ان انا عمال ازود بريشر بريشر بريشر، اللانجز دي مش بتزيد في الفوليوم ولكن هتفرقع. عشان كده البيكينج ده بيعكس لي دايما الاوفر ديستنشن. سو يو هاف تو جو داون وذ يور بريشر عشان اللانجز دي ما تفرقعش وندخل تاني في النيوموثوركس اللي احنا ما بنحبوش. يبقى اعيد وازيد تاني، بريشر فوليوم كيرف ريفلكتس لانج كومبلاينس اللي هو الفولينج ليف، وبتريفلكت الايه الباروتروما او يعني تو ماتش بريشر او البيكنج. يبقى احنا كده خلصنا اربعه كيرف من السته اللي احنا متفقين عليهم. قلنا في الفلو تايم كيرف لونج انسبيراتوري تايم او شورت انسبيراتوري تايم، وقلنا لونج اكسبيراتوري تايم او شورت اكسبيراتوري تايم مع الفلو تايم كيرف. دخلنا على البريشر فوليوم كيرف، قلنا ان هو بيرفلكت اللانج كومبلاينس، لو فولينج ليف يبقى انا عندي بور كومبلاينس، وبيرفلكت كمان الاوفر ديستنشن لو انا عندي بيكينج عمال اعلى في البريشر والفوليوم مش راضي يزيد فاللانج هتفرقع. بليز جو داون وذ يور بريشر. تالت كيرف هنشرحه اللي هو الفلو فوليوم كيرف، وده برضو بيرفلكت حاجتين مهمين جدا. يبقى احنا كده هنخلص الست كيرفات اللي احنا متفقين عليهم من اول القعده. الفلو فوليوم كيرف الانسبيريشن هو اللي فوق عكس البريشر فوليوم. الانسبيريشن هو اللي فوق والاكسبيريشن هو اللي تحت. يعني ايه الفلو فوليوم كيرف؟ يعني علاقه سرعه الهواء بالفوليوم اللي داخل. زي ما قلنا قبل كده سرعه الهواء بتزيد during inspiration، تزيد توصل البيك بتاعها وبعدين يبتدي السرعه بتاعه الهواء تنزل، وبعد كده during expiration سرعه الهواء بتزيد وبعد كده سرعه الهواء بتقل عشان يخرج كل الهواء بتاعنا هنا. يبقى الاكس اكسس ده بيرفلكت ايه؟ التايدال فوليوم. ده التايدال فوليوم اللي داخل وده التايدال فوليوم اللي خارج، ده اللي داخل وده اللي خارج، ودي كلها سرعه الهواء وهي داخله وسرعه الهواء وهي خارجه. طيب الفلو فوليوم لوبس ده انا قلت فاضل لي كيرفين عشان اكمل السته البيزك اللي احنا متفقين عليهم. اول حاجه بيديتكت الاير ليك، ودي حاجه مهمه. يعني ايه اير ليك؟ يعني الهواء اللي داخل من العيان بيطلع منه بره السيستم، يعني بيليك حوالين التيوب حوالين اي حاجه. او من ديتكت الاير ترابنج، يعني الهواء بيدخل ومش كله بيطلع، الهواء بيدخل ومش كله بيطلع، يبتدي البيبي يحصل له اير ترابنج. طيب الاير ليك ده بعرفه ازاي؟ بعرفه من الكيرف ده، ان انا الاقي الانسبيريشن ماشيه زي الفل والاكسبيريشن بتقطم. ليه؟ لان التايدال فوليوم اللي داخل مش كله بيخرج، حبه منه بيخرج. ليه؟ لان الباقي بيخرج بره السيستم، فالسنسور مش حاسه جوه السيستم، في ليك بره السيستم. الليك ده ممكن يكون
العيان مفرقع نيموثوركس في حبه كل ما يدخل هواء يطلعوا في البلورا او يكون ليك انا مستعمل سمول تيوب فساعتها احتاج اكبر التيوب بتاعتي شويه. فما ننساش ان الاكس اكسس ده بيرفلكت التايدل فوليوم بالنسبه لي، لو التايدل فوليوم دخل مش كله خرج يبقى انا عندي اير ليك بالظبط زي الصوره دي برضو واخدها من الريبورت اللي عندنا. وممكن نعرف الاير ليك في النيوميركس لو قالك التايدل فوليوم الانسبيراتوري والتايدل فوليوم الاكسبيراتوري، هتلاقي 25 دخل 21 خرج كده في 16% فارينس. يعني ايه؟ يعني في ليك بمقدار ال 16% في فنتليترز بتكمبنسيت فور ات وفي فنتليترز لا. تاني حاجه او سادس كيرف احنا متفقين عليه اللي هو الاير ترابينج. في ايه في الاير ترابينج؟ ان الاكسبيريشن قصير فالتايدل فوليوم داخل يجي على الاكسبيريشن ما يخرجش يبقى محتاج وقت زياده، واخدين بالكم؟ فهتلاقي اللور كيرف مقطوع على الواي اكسس بيقول لك اديني وقتي عشان اكمل، فده معناه ان انت مديله شورت اكسبيراتوري تايم. برضو ممكن نعرفه من الفلو تايم كيرف وممكن نعرفه من هنا ان انا عامل اير ترابينج والعيان ده برضو هيبتدي فرقه. يبقى ده خامس وسادس كيرف اتفقنا عليهم. الكيرف ده بيرفلكت الاير ليك والكيرف ده بيرفلكت الاير ترابينج، احفظوهم بالمنظر ده علشان دول الاثنين مهمين جدا جدا جدا. في اتنين كيرفين احنا كنا مأجلينهم لان هم مش سيجنيفيكنت قوي او مش بيساعدوني قوي غير في حاجات بسيطه، وممكن كيرفات تانية تبينها لي احسن. الفوليوم تايم كيرف ده كمية الفوليوم الداخلين during inspiration و during expiration بالمنظر ده، الاخضر ده inspiration والاصفر expiration، ما لوش اي سيجنيفيكنس قوي، وده الانسبيراتوري تايم والاكسبيراتوري تايم. طيب البريشر تايم كيرف لطيف في حاجة ان انا هعلمك من خلاله يعني ايه patient بيتريجر الفنتيليشن، يعني ايه اعرف ان انا ما بص على شكل الكيرف ان البيبي هو اللي بيتريجر ولا الفنتيليتر هو اللي بيتريجر. طب هو البريشر تايم كيرف ده شكله ايه؟ طبعا احنا يوجوالي بنعمل الاكسبيراتوري بريشر عندنا في الفنتيليتر 5، فعشان كده البريشر بتاعنا بادي من 5، فيبتدي البريشر يعلى 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 لغايه ما اوصل البي اي بي او اللي هو البيك انسبيراتوري بريشر. وناهيك عن يعني ان احنا عارفين ان الاي بي طبعا ده الانسبيراتوري تايم هو الوقت اللي الهواء بيدخل فيه، والاصفر ده الاكسبيراتوري تايم الوقت الاصفر الهواء بيخرج فيه. ف البيك بيبقى في حدود 5 مثلا، والبي اي بي على حسب بقى شكل العيان وسنه والكومبلاينس والكلام ده كله بنظبطه حاجه ما بين 15 ل 20، ممكن نعلى شويه على حسب الريسبونس بتاع العيان بتاعي. فهو ده البريشر تايم كيرف. طب انا بقى البريشر تايم كيرف ازاي هفهمك منه التريجرنج؟ طبعا احنا عارفين الميكانيزم بتاع الفنتيليتر هو بيكبس الهواء بيكبس الهواء، انما لما بيجي البيبي نفسه يسحب الهواء بنلاقي الديب دي، شايفين الديب دي الحته اللي نزلت دي؟ ليه الحته دي بتنزل لما البيبي هو اللي بيتريجر مش الفنتيليتر؟ احنا قلنا الفنتيليتر بيعتمد على كبس الهواء، انما احنا كبني ادمين في الريسبيريشن احنا بنشفط الهواء، يعني الاول التشست بتاعنا بيديستند فيبتدي يحصل نيجاتيف بريشر جوه يروح الهواء مشفوط. علشان كده لما البيبي بيبتدي يعمل intercostal retractions والديافرام يريتراكت والتشست يكبر يبتدي يحصل لي انا عندي الديب، يعني انا بدل ما انا عندي بيب انا مظبطه بتاع الفنتيليتر 5 البيبي وسع التشست يبتدي البيب البريشر جوه اللانجز يقل لاربعه وممكن لثلاثه. طب وايه هو انا بظبط بقى انا العيان بتاعي وبظبط الفنتيليتر ازاي؟ انا بقول له لو سمحت اول ما البيبي ياخد نفس هتعرف مين؟ هتلاقي ان البريشر جوه السيستم قل. طيب لما ياخد النفس والبريشر يقل لو سمحت اديله انت النفس، هيقول له فهمني اكتر، يعني انا هدي في اول لما البيبي ياخد النفس ولا بعد شويه؟ احنا بقى اللي بنظبط، احنا بنظبط البريشر تريجر ما بين 0.5 ل 2 سنتيمترز ووتر. يعني ايه 0.5؟ يعني لو انا عندي بيب 5 والبيبي خد نفس وصل ل 4.5 يعني هيبتدي الفنتيليتر يدي. لو انا ظبطته على 2 معنى كده ان انا هستنى شويه زياده، لا استنى اما النفس التشست موفمنتس تبقى اقوى وابتدي انت
زق النفس بتاعك. يبقى انا لما انزل عن البيب 0.5 او انزل عن البيب 2 وبعدين الفنتليتور يشتغل، انا بسبورت البيبي كده احسن عند ال 0.5 ولا عند ال 2؟ طبعا الاجابه عند 0.5، لان يا دوبك البريشر بينزل بروح انا زقه. انما لو استنيت ال 2 فانت مستني البيبي يعمل افورت اكتر وبعدين انت تروح مخلي الفنتليتور يزقه. فانت كل ما تزود الرقم ده انت بتصعب على البيبي شويه. فانما لازم نفتكر ان احنا بنظبط البريشر تريجر ما بين 0.5 ل 2 سنتيمتر متر. طبعا لو بري تيرم بيبقى ناحيه ال 0.5، لو فول تيرم وفيجرس واكتف ممكن يبقى ناحيه الاثنين، ما فيش مشكله. يبقى هو دي طريقه اللي انا بظبط التريجر. هروح جايبه على البريشر ده من بورت برده، ممكن في اي حاجه تاني مش مشكله. هظبط البريشر بتاعي على 1 سنتيمتر ووتر، معنى كده ان لو نزل عن البيب بمقدار واحد لو سمحت يا فان تشتغل. وهي دي الطريقه اللي احنا بنظبط بيها التريجر. تاني حاجه ممكن نظبط بيها تريجر الفلو تريجر. يعني ايه الفرق بين البريشر تريجر والفلو تريجر؟ بريشر تريجر انا بقول للفنتليتر لو البريشر نزل عن 0.5 لو سمحت زق. او الفلو تريجر ده انا هقول له لو البيبي ابتدى يسحب وسرعه الهواء زادت ابتدي اديله انت كمل النفس بتاعه. طب الفلو تريجر بظبطه على كام؟ يوجوالي 0.2 ل 0.4 لترز بير مينت. يعني ايه؟ برضو بالظبط كده زي ده. يعني اول ما البيبي يبتدي يسحب الهواء وهو طالع، احنا قلنا سرعه الهواء بتزيد تزيد تزيد، وهو يا دوبك طالع، احنا زي ما قلنا قبل كده تقريبا اعلى فلو بنوصل فيه في اللنج 8 لترز بير مينت. انما انا هنا لا، عايزه ابتدي بدري، هقول للفنتليتر اول ما البيبي يسحب هواء بمقدار فقط 0.2 لترز بير مينت لو سمحت كمل انت. فهو ده الفلو تريجرنج بتاع الفنتليتر. So my take home message for proper lung ventilation, please remember 6 curves: 2 مع الفلو تايم و2 مع البريشر فوليوم و2 مع الفلو فوليوم. مع البريشر خلي بالكم من انسبيراتوري بوز، لان انت كده عامل ديستنشن لللنج على الفاضي، قلل الانسبيراتوري تايم، او انك انت هنا عامل شورت اكسبيراتوري تايم، فانت كده عامل اير ترابنج، الهواء بيدخل مش بيخرج كله، فطبعا انت محتاج تزود الاكسبيراتوري تايم. تالت كيرف اللي احنا قلنا عليه في البريشر فوليوم، الفولينج ليف ده بيرفلكت بور كومبلاينس. رابع فوليوم اللي هو البيكينج ده بيرفلكت ان احنا عاملين اوفر ديستنشن وبوسيبل ان البرلانج دي هتروح مفرقعه. خامس كيرف في الفلو فوليوم كيرف، لو الاكسبيراتوري لوب مقطوع كده ده معناه اير ليك، ان في هواء بره السيستم مش حاسه. ولو الاكسبيراتوري كيرف مقطوع على الواي اكسس هو بيقول لك زود لي الوقت شويه عشان ما يحصلش اير ترابنج وكل الهواء يخرج، فده اللي هو بنسميه اير ترابنج، مش عايزين نوصل له. وريمبر محدش عايزين نعمل كده في اللانجز بتاعت البيبي. Always this is my pediatric department and this is my neonatology department and always inhale confidence and exhale doubt and thank you so much. شكرا دكتورة رانيا، يا رب ان شاء الله تكون البانل ديسكشن عجبتكم، ونتمنى ان شاء الله نبقى قاعدين بعد كده فيس تو فيس ان شاء الله باذن الله. بشكر دكتورة داليا ودكتورة رانيا، وبشكر كل اللي بيستمعونا، وان شاء الله اللي هيستمعونا محاضرات متسجله، دكتور اسامه قال انها متسجله، ان شاء الله نتقابل قريبا. وبشكر دكتور اسامه جدا على الدعوه والمؤتمر، ويا رب ان شاء الله نتقابل كلنا قريب جدا ان شاء الله. وشكرا جزيلا ليكم، شكرا جزيلا. واخيرا الحمد لله انتهى مؤتمر بورسعيد 11 لحديثي الولاده. والحقيقه طبعا الفتره دي كانت بالنسبه لنا يعني فتره صعبه، 8 ايام، لكن كان يسبقهم حوالي 7 شهور من الاعداد بعد فتره الكورونا، لما تيقنا ان تقريبا هيبقى صعب ان لم يكن مستحيل ان احنا نعمل مؤتمر على ارض الواقع كما كان في السنوات الماضيه.
لكن الحقيقه طبعا عشان كده قلنا يتعمل كله اونلاين حتى لو كان في فرصه يتعمل بعد كده. بس خلوني قبل ما استرسل في انا مش هسترسل كتير يعني وهنختم المؤتمر ان انا كرم النهارده ضيفه من ضيوف الشرف اللي معانا النهارده. معانا دكتور امل شحاته ميديكال دايركتور في هيئه المصل واللقاح، بتشرفنا النهارده ضيف شرف المؤتمر، نرحب بيها. النهارده بالنسبه لمؤتمرنا طبعا 8 ايام اللي فاتوا يمكن كان بنحاول ان احنا زي ما قلنا في الاول احنا كجمعيه بورسعيد وكاطباء عاملين في مجال حديث الولاده وفي طب الاطفال مجالنا اساسا كان يعني بعيد عن المعلومات الطبيه الحديثه والابديتس فيها. حاولنا ان احنا نكون وسطاء ما بين ساده اساتذه كبار كانوا لم يبخلوا علينا بعلمهم على مدى السنوات الماضيه. والحقيقه برضو لما عرضنا عليهم فكره الاونلاين كلهم تعاونوا معانا وكلهم ساهموا فيها. اكثر من 63 استاذ، عملنا 22 ويبينار و8 بانلز وبلينري ليكشر على مدى 8 ايام متواصلين، والحمد لله لقت القبول من حضراتكم. وكنا بنذيع على الزوم، كنا بنذيع لايف على الفيسبوك، وطبعا كل ده مسجل كمان بحيث ان احنا في وقت من الاوقات هننزل الكلام ده كله مسجل على قناة الجمعية اليوتيوب. نشكر حضراتكم وكل اللي تابعونا وكل اللي صبروا معانا الفترة اللي فاتت، ونلتقي على خير ان شاء الله في لقاءات علمية قادمة، وكل عام وانتم بخير، وشكرا لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.